السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ نحل في ملحق كتاب جيم للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2024 اللي هو الريفيجن فاينل تيستس. صفحة 6 إن شاء الله. السؤال الأول: Yesterday أمس I found a bag on the bus. وجدت حقيبة في الأتوبيس. So I space it to the police station. لذلك أخذتها إلى قسم الشرطة. ألاحظ هنا yesterday أمس بيتكلم على زمن الماضي البسيط وبسرد أحداث، بحكي عن أحداث حدثت، يبقى كده زمن الماضي البسيط. التصريف الثاني من take يبقى took. الإجابة letter B. وأيضا برضو ممكن حدثين ورا بعض على طول، يعني ما خدش منهم فترة، لقى حقيبة وداها لإيه اسم الشرطة. الإجابة letter B. بعد كده السؤال الثاني: I space home at 7 p.m. yesterday when I saw the accident. ألاحظ هنا في تحديد الزمن أمس اللي هو الساعة 7 مساء، عشان كده هستخدم زمن الماضي المستمر was or where's adverb أخرى ing. الأي بتاخد was وبعد كده فعل أخرى ing. الإجابة letter D was driving. الإجابة letter D. I was driving home. أنا كنت بسوق للمنزل at 7 p.m. امبارح الساعة 7 yesterday when I saw the accident. لما شفت الحادثة. السؤال الثالث: هي سبيس فيش سينس هي ووز ان بورت سعيد. سينس موجودة منذ، يأتي بعديها ماضي بسيط وقبليها زمن المضارع التام. المضارع التام هاف أو هاز التصريف الثالث للفعل، أو النفي بتاعهم هافنت أو هازنت زي التصريف الثالث للفعل. هازنت ايتن مضارع تام، didn't eat ماضي بسيط، وwon't eat ده مستقبل بسيط، وisn't eating ده مضارع مستمر، فهاخد hasn't eaten اللي هي الإجابة letter A. يبقى أنا لم أتناول السمك منذ أن كنت في بورسعيد. الإجابة letter A. السؤال الرابع: I got up early this morning. أنا صحيت بدري هذا الصباح. Had breakfast تناولت الإفطار. Dressed ولبست and spaced to school وذهبت المدرسة. بسرد أحداث متتالية ورا بعض، متسلسلة ورا بعض، كلها في زمن الماضي البسيط. got up ماضي بسيط، وهنا dressed ماضي بسيط برضو، وhad breakfast ماضي بسيط. يبقى أكمل لحد الآخر ماضي بسيط. لما يكون في and الجملة اللي قبليها زي الجملة اللي بعديها، اللي قبليها ماضي بسيط يبقى اللي بعديها ماضي بسيط. يبقى التصريف الثاني من go اللي هو went and went to school وذهبت إلى المدرسة. بعد كده السؤال الخامس: I space a shower when the telephone rang so I couldn't answer it. أنا أستحم عندما رن الهاتف لذلك لم أستطيع الإجابة. هنا لاحظ when جاي بعديها زمن الماضي البسيط والتصريف الثاني من ring، يبقى قبلها الزمن المستمر اللي هو ماضي مستمر. يبقى was or where's adverb أخرى ing. الأي بتاخد was بعد كده أضيف للفعل أخرى ing اللي هي الإجابة letter B. I was having a shower كنت أستحم عندما رن التليفون لذلك لم أستطيع أن أرد، والحدث في استمرارية. السؤال السادس: Please take off your shoes. لو سمحت اخلع الحذاء الخاص بك. I have space cleaned the floor. أنا لسه منظف الأرضية. يبقى كده بتدل على إن حاجة لسه حادثة للتو، بلاش فترة إلا فترة قليلة. للمعنى هناخد just. الإجابة letter C. هنا always بتيجي في المضارع البسيط، وهنا بعد have مش هينفع، و already بالفعل، و yet بتيجي في آخر زمن الجملة المضارع التام المنفية، والجملة هنا مثبتة. هنا المعنى اللي يفرق هي جاست لسه منظفها او لسه منظف الارضيه لحدث لسه حاصل من فتره قصيره جدا، معناها للتو او حالا. السؤال السابع: when my father was a student، عندما كان ابي كان طالب. he is based a personal computer. يبقى هو كان او ما كانش عنده كمبيوتر. هنا بسرد احداث ان والدي لما كان طالب هو كان عنده كمبيوتر او ما كانش عنده كمبيوتر على حسب المعنى. didn't كده انا عايز ماضي بسيط لان بسرد احداث في الماضي. didn't have ماضي بسيط منفيه. hadn't ده ماضي تام محتاجه تصريف ثالث ودي مش موجوده. weren't having دي زمن ماضي مستمر محتاجه حدث في الماضي متحقق او في استمراريه يبقى مستبعد. wouldn't have مش هتنفع، يبقى هنا ناخد didn't have لم يكن لدي كمبيوتر. الاجابه letter E. بعد كده السؤال الثامن: My son is based on my mobile phone but he stopped when he saw me. ابني يلعب على الهاتف ولكنه توقف عندما رأوني. في حدث مستمر انه كان يلعب على الهاتف
وحدث قاطع للحدث المستمر أنه رآني، يبقى وتوقف عن اللعب يبقى كده الحدث المستمر. ماضي مستمر في زمن الماضي اللي بتكون من was أو were زائد verb مضاف له ing، my son مفرد فتاخد was playing الإجابة لتردي. بعد كده السؤال التاسع، when we arrived at the station لما وصلنا للمحطة، we space on the train ركبنا القطار. كده حدثين ورا بعض مفيش بينهم فترة زمنية طويلة، على طول حصلوا، فكده يبقى زمن ماضي بسيط الاتنين. فهنا هجيب التصريف الثاني من get، يبقى got الإجابة letter B، لما أنا وصلت للمحطة ركبت القطار الإجابة letter B. بعد كده السؤال العاشر، while I space lunch someone knocked on the front door، أثناء ما كنت بتناول غداء شخص خبط على الباب. while بيجي بعدها زمن الماضي المستمر، was or were زائد فيرب أخرى ing، الأي بتاخد was يبقى was having، أثناء أو بينما أنا كنت أتناول الغداء أحد خبط على الباب، الإجابة لتر دي. بعد كده السؤال ال 11، I space my hands so that I can help you with the cooking، أنا غسلت إيدي، عايز يقول كده لكي أستطيع أن أساعدك في المطبخ، يبقى حدث في الماضي له أثر في الوقت الحاضر إن أنا هساعدك دلوقتي في الطبخ. لاحظ هنا برضو I can زمن مضارع، المضارع بيبقى مرتبط بالمضارع برضو سواء مضارع تام أو مضارع بسيط. لاحظ كده had وجد ماضي تام، ما بتكلمش في الماضي التام، وجد ماضي بسيط، we have وجد مضارع تام، was washing زمن الماضي المستمر المستبعدة، يبقى have وجد زي ما اتفقنا المضارع مرتبط بالمضارع، هنا كان مضارع وهنا have وجد برضو مضارع، ده تام وده بسيط. السؤال 12، when my brother was a school boy، لما كان اخويا ولد في المدرسة، is based long distances، هو مشي مسافات طويلة. هنا وين انا كده برضو بسرد احداث، بحكي حاجة، في سرد الاحداث بستخدم زمن الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل اللي هي الاجابة letter A walked، وكمان بتدل على عادة في الماضي. السؤال 13، he space on the bank fishing when he saw a man's hat floating down the river، يبقى هو كان جالس على ضفة النار او كان جالس على الضفة يصطاد لما في قبعة من الرجل وقعت في النار، يبقى كده في حدث مستمر انه كان جالس على ضفة النهر للصيد وقطعه حدث اخر ان في قبعة طفت على النهر او وقعت في النار، يبقى كده في حدث مستمر، يبقى was or were زائد verb اخره ing، هنا الهي بتاخد was، يبقى دور عليها اللي هي was sitting، الاجابه letter C. بعد كده السؤال ال 14، ان شاء الله we can to go ahead with the meeting because very few people space interest، لاحظ هنا الجمله can't زمن مضارع، can't to go كده زمن مضارع، يبقى مرتبطه بالمضارع، ادور على المضارع، haven't shown، have shown ده مضارع، showed ماضي بسيط، we haven't shown ده برضو مضارع تام ولكن منفي، وهنا showing محتاج قبليها يا am يا is يا are، يبقى هنا هنستبعدها، هناخد زمن مضارع التام have shown الإجابة letter A. السؤال ال 15، I rang the bell 6 times، أنا رنيت الجرس 3 مرات، but no one، مفيش حد رد عليا. هنا بات كده هنا بتكلم في الماضي، انا رنيت ومحدش رد عليا، مفيش استمراريه، يبقى هنا الجمله في الماضي، الجمله الثانيه برضو هتبقى في الماضي البسيط لاني برضو بسرد احداث، فهنا هتبقى ماضي فعل مضاف لي دي، فهتبقى answered الاجابه لتر بي. بعد كده السؤال ال 16، I space the book you were looking for here it is، عايز اقول يعني انا وجدت فايند، انا وجدت كتاب اللي انت كنت بتدور عليه، تفضل وجدت الكتاب، كده في الماضي ولكن لم احدد الوقت، تمام، وله اثر في الوقت الحاضر ان انا بقدم له الكتاب، يبقى كده زمن مضارع تام، يبقى هاف اواز زي التصريف الثالث للفعل، يبقى هنا الاي هتاخد هاف وبعد كده التصريف الثالث للفعل يبقى هاف فاوند، الاجابه لتر دي. بعد كده السؤال ال 17، what were you doing when the doorbell rang، ماذا كنت تفعل عندما رن الجرس، I space a cake، أنا كنت بصنع كيكة، كده فيها استمرارية، كنت أصنع كيك، كنت أقوم بعمل كيك، من بين من معناها إن هي استمرارية في زمن الماضي، was or were زائد فيرب أخرى ing، الأي هتاخد was، وبعد كده في الأخرى ing يبقى was making، الإجابة لتر C.
بعد كده السؤال ال 18 his best great exhibitions when he was in the library. هنا الإجابة هتبقى read ولا has read ولا had read ولا reads. هنا when he was in the library عندما كان في المكتبة هو أرى القصة بتاعت التوقعات العظيمة. يبقى هو كده حدثين في الماضي بيسرد أحداث، إن هو عمل حاجة في الماضي إن هو أرى القصة، تمام، في سرد أحداث. يبقى الإجابة letter A read، هنا تتقري read لأنها في زمن الماضي. has read مضارع تام، حاجة في الماضي ولا أثر على الوقت الحاضر، دي مش موجودة. had read دي ماضي تام مش هتنفع، حدث سابق لحدث. و reads في المضارع البسيط وأنا بتكلم في الماضي. بعد كده السؤال ال 19 when محمد entered the room، لما دخل محمد الغرفة. شادي سبيس تي في، شادي كان يشاهد التلفاز، كان يشاهد في يشاهد بعد كان، يبقى كده زمن مستمر مش حدث قاطع، يعني كان في استمرارية، انما هو اللي هو قطع المشاهدة بتاعت شادي فكانت في الماضي البسيط بعد وين، وشادي كده كان بيتفرج على التلفزيون يبقى ماضي مستمر، وشادي تاخد ووز وفعل اخره ان جي يبقى ووز واتشنج، الاجابة لتر سي. بقى كده السؤال ال 20 these are the glasses I space ever since I was 30. هذه هي النظارات اللي انا ايه من قبل لما كان عمري 30 سنة، تمام. was wearing اللي انا كنت لابسها لما كان عمري 30 سنة، لسه مستمر في لبسها بقالي كده من 30 سنة، لما كان عمري 30 سنة لا فيها استمرارية. had worn لما لبستها في الماضي، حدث قبل حدث اخر لا برضو. wore ارتديتها لما كان عمري 30 سنة، ولا have worn ارتديها منذ كان عمري 30 سنة، هي سينس بتيجي قبلها زمن مضارع تام اللي هو have worn مش ماضي بسيط، لما يجي بعديها ماضي بسيط اللي هي was. يبقى سينس ديت بيجي قبليها زمن مضارع تام وبعديها ماضي بسيط، لذلك اخترنا have worn ارتديها. بعد كده ان شاء الله صفحة 7 سؤال 21 math is space for my sister than physics. than موجودة يبقى انا كده عايز صيغة مقارنة، صيغة المقارنة مميزة بانها اخرها er لو صفة قصيرة، وبستخدم more لو صفة طويلة. easy من الصفات القصيرة فهضيف لها احول الواي الى اي ار فتبقى الاجابة letter D easier اسهل منه. بعد كده السؤال 22 she was exhausted because she spaced 200 meters. لاحظ هنا الجملة she was exhausted كانت مرهقة لأنها جريت 200 متر. هنا هي كانت مرهقة، ده الحدث الأحدث، والحدث الأقدم إنها جريت 200 متر، غير كده إن الماضي مرتبط بالماضي. had swam ماشي مش جريت، هي عامت كده. had swam ماضي تام تمام. swims مضارع بسيط مع الماضي لأ. had been swimming ديت ماضي تام مستمر، و has swam اللي هو زمن المضارع التام. يبقى هنا في أرقام، الأرقام بستخدمها في الماضي التام أكتر، يبقى هنا استخدم had swam، الإجابة letter A حدث سابق لحدث آخر. السؤال ال 23 I space at the company for 5 years when I got the promotion. هنا ألاحظ هنا في كلمة for 5 years، منذ خمس سنين، منذ خمس سنوات عندما حصلت على البروموشن. هنا حدث سابق لحدث برضو، يبقى كده حدث حصل في زمن الماضي وخلاني اترقى دلوقتي، يبقى كده اخليه الاثنين في زمن الماضي التام او الماضي التام المستمر، تمام. had been worked ديت ماضي تام ولكن في المبني المجهول، وهنا الاي فاعل يبقى مستبعدة. had been working تمام ماضي تام، وفي الجملة الاكتف عادي. have worked مضارع تام وانا بتكلم في الماضي يبقى مستبعدة. have been working ديت مضارع تام مستمر ومستبعدة، يبقى هنا هتبقى had been working، الإجابة letter B حدث سابق لحدث آخر ولو تأثير أيضا عليه في الماضي. بعد كده السؤال ال 24 studying English grammar was the space experience in أحمد's life. دراسة القواعد اللغة الإنجليزية كانت تجربة في حياة أحمد. يبقى هنا كده إيه كده في زي بقى كده صيغة تفضيل. صيغة التفضيل بتيجي مع صفة أخرى إيه ستي أو كلمة موست، وإكسايتنج صفة
صفة طويلة فتاخد most أو least. دور more exciting صيغة مقارنة محتاجة than، وهنا في than. much exciting ما بتجيش هنا وبتيجي مع than برضو، بتيجي في المقارنة أكتر. most exciting هي صيغة تفضيل، و most ليه مش هتنفع، يبقى هنا اختار most exciting اللي هي الإجابة لترسي عشان كلمة ذا يبقى صيغة تفضيل. بعد كده السؤال 25، his base his leg so he couldn't walk، هو أصاب رجله لذلك لم يستطيع أن يمشي، لم يستطيع أن يمشي. تمام، يبقى كده حدث هي couldn't في الماضي، هو حدث حصل في الماضي وأثر عليه في الوقت في الماضي برضه. تمام، حدث سابق لحدث عموما، يعني كده حدث سابق لحدث لانه في الماضي. المهم احنا دايما اتفقنا ان الماضي مرتبط بالماضي، ندور على الماضي ونفكر بعد كده بقى. هنا has broken ده مضارع تام نستبعدها، had been breaking ديت ماضي تام، في ماضي تام مستمر نسيبها، had broken ده ماضي تام، was breaking ده زمن ماضي مستمر. لا هو كده لازم احدد الوقت، لازم احدد الوقت وبيجي بعديه ماضي، بيجي بعديه حدث قاطع ليه، هنا مفيش استمرارية فهنا نستبعدها، وبرده دي مش هيبقى فيها استمرارية لأنه مش هيفضل يعني رجله بتتكسر على طول، فديت برده هتبقى مستبعدة. يبقى هاد بروكن لأن حدث سابق لحدث آخر أو حدث أثر على الحدث التاني في الماضي، إن رجله اتكسرت فما قدرش إن هو يمشي. بعد كده السؤال 26، by the time we finished the meal we space for half an hour، for بتدل على زمن بقى نص ساعة يعني، يبقى كده لمدة نص ساعة كده هتدل على زمن الماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر هدور عليها، had eaten دي ماضي تام، have eaten مضارع تام، have been eating ده زمن مضارع تام مستمر، انما ديت had been eating زمن ماضي تام مستمر لان بتدل على الاستمرارية لمدة نصف ساعة. الإجابة لترديه. السؤال 27، when I arrived لما انا وصلت، the lesson الدرس so I didn't find it easy to follow، لذلك لم اجد صعوبة، لم اجد سهولة انني اتبع. يبقى كده في حدث سابق لحدث اخر، ان الدرس خلاص بدأ وانا وصلت. الحدث الاول اللي هو الاقدم بيكون في زمن الماضي التام، had زائد التصريف الثالث للفعل. هنا has already started ده زمن مضارع تام مستبعدة، انا بتكلم في الماضي. had already started تمام، started ماضي بسيط حدث وانتهى. had been starting دوت زمن الماضي التام المستمر مستبعدة، يبقى had already started اللي هو بدأ بالفعل. الإجابة لتربي. بعد كده السؤال 28، she doesn't really like soft drinks so the space a bottle you find the space it will be for us. هنا أنا محتاج إجابتين، محتاج إجابتين، يبقى هنا نمشي واحدة واحدة معاها. she doesn't really like soft drinks هي مش بتحب المشروبات السوفت، so the space bottle لذلك الزجاجة الايه you find اللي انت وجدتها the space it will be for us هتكون لينا. نمشي واحدة واحدة، smaller و cheaper هنا صيغة مقارنة وصيغة مقارنة، هنا smaller و good مش هينفع good مع smaller، هنا برضه صيغة مقارنة smaller و cheap برضه صيغة مقارنة مع صفة عادية، و small صفة عادية و cheaper صيغة مقارنة، لا هنخليهم الاتنين صيغة مقارنة اللي هي smaller و cheaper اللي هي الإجابة لتر A. السؤال 29، our team space will for an hour before it started to rain، الفريق بتاعنا بشكل جيد for an hour لمدة نص ساعة before it started to rain قبل ما الدنيا تمطر. يبقى هو كان بيلعب لمدة نص ساعة فيها استمرارية حدث سابق لحدث آخر اللي هو الدنيا مطرت بعديه، يبقى كان مستمر في اللعب لمدة نص ساعة بشكل جيد، ده كده حدث سابق لان الدنيا بدات تمطر، يبقى كده يبقى زمن ماضي تام مستمر عشان ده كده حدث كان مستمر لمده نص ساعه، يبقى had been playing الاجابه لتر بي، كان الفريق بيلعب كويس حتى بدات ان هي تمطر. بعد كده السؤال ال 30، she is base to make a cake but she ran out of time، رين ماضي انا ادور على الماضي، was intending ماضي تمام اسيبها، intended ديت مضارع، has intended مضارع تام، و had intended دي زمن ماضي تام. هنا هنختار ماضي تام لان ده حدث سابق للحدث الاول التاني اللي هو ان هي خرجت في الوقت، ran out of time، ran out of time الوقت خلص يعني.
السؤال 31 sharks are space than lions than موجودة، يبقى كده صيغة مقارنة. وهنا dangerous دي صيغة دي صفة طويلة فتحتاج more أو less. dangerous خطير، little dangerous برضه مش تنفع، هنا more dangerous تمام more موجودة. the most dangerous صيغة تفضيل، وهنا في than مش هتنفع، يبقى اختار الإجابة letter C more dangerous. يبقى كده أسماك القرش أكثر خطرا من الأسود. السؤال ال 32 we space the house for hours لكثير من الساعات before the first guests arrived. يبقى احنا كنا بنجهز المنزل لعديد من الساعات، يبقى كده فيها استمرارية قبل ان يصل اول الضيوف، يبقى كده في زمن الماضي البسيط، يبقى حدث ان هم كانوا بينظفوا او بيجهزوا البيت، يبقى كده حدث سابق حدث اخر، يبقى كده زمن ماضي تام. وعشان مستمر الفترة اللي هي العديد من الساعات، يبقى كده زمن ماضي تام مستمر اللي هو had been زائد تصريف had been زائد verb مضاف له ing، هتبقى الإجابة letter C I'd been preparing. كنا بنجهز المنزل لساعات قبل أن يصل أول الضيوف. بعد كده السؤال 33 she's best answer the question until he had looked at it twice. until جاي بعديها زمن ماضي تام، فهيبقى قبليها ماضي منفي. الماضي المنفي ممكن يكون wasn't weren't couldn't will never، ده مستقبل ومثبت، won't مستقبل بتيجي مع المضارع ما بتجيش مع الماضي، doesn't ده مضارع برضو بتيجي مع المضارع او المستقبل، انما couldn't هي اللي تنفع عشان هي الوحيده اللي ماضي اللي جايبه لتر دي. بعد كده السؤال 34 he is space then، then اول ما الاقيها يبقى صيغه مقارنه، صفه اخرها er او كلمه more مع الصفات الطويله. هنا فتر اخرها er، فات صفه عاديه، فاتست ديت صيغه تفضيل، ومور فات مور ما بتجيش مع فات لانها صفه قصيره فمستبعده، فهناخد فتر الاجابه لتر ايه. بعد كده السؤال 35 the meeting ended after they space all afternoon. زي موجودة، يبقى هنا هناخد بعديها زمن ماضي تام او ماضي تام مستمر اذا كان مستمر، هي زي فاعل وقول افترنون طوال الظهيرة، يبقى مش هتنفع غير هاد بين حدث مستمر وفي وقت معين، وهنا ماضي بسيط وانتهى، وهنا مضارع تام حدث اثر على حدث اخر، وانا بتكلم اصلا في الماضي اللي هو ended فمش هينفع معاه مضارع تام. بعد كده السؤال 36 she had already called the waiter twice before his bill. هي بالفعل نادت على الجرسون مرتين قبل ما هو يحضر الفاتوره، قبل ما هو يجيب الفاتوره. يبقى هنا بيفور بيجي بعديها ماضي بسيط، الماضي البسيط هي بروت التصريف الثاني من برينج قبل ما يحضر الفاتوره. بعد كده السؤال 37 يو شود باي ذا جرين تراوزرز، انت ينبغي عليك ان انت تشتري البنطلون الاخضر. زي ار ذا سبيس ان ذا شوب، هم ايه في المحل، في زي بصيغه تفضيل على طول، صفة أخرها إي سي تي أو كلمة موست أو ليست. إكسبنسيف مش هتنفع صفة عادية، ليس إكسبنسيف دي صيغة مقارنة محتاجة زان، مور إكسبنسيف برضه صيغة مقارنة محتاجة زان، وهنا هتبقى ليست إكسبنسيف هي دي الوحيدة اللي فاضلة، أخرها إي سي تي اهوت، يبقى الأقل سعرا في المحل، الأرخص يعني في المحل. بعد كده السؤال 38 ذات شيلدرن ويرنت هانجري، الأطفال لم يكونوا جعانين، كده ماضي اهوت. زي سبيس زير لانش، هما كلوا الغداء بتاعهم، اكيد يعني يبقى كده حدث سابق لحدث اخر، يبقى ماضي تام هندور عليها. وير ايتنج ماضي مستمر، ايت مضارع، هاد اوريدي ايتن تمام دي ماضي تام، هاف اوريدي ايتن مضارع تام، يبقى هي الاجابه لتر سي لانه سابق للحدث الاخر. السؤال 39 غير كده ان الجمله ماضي مرتبط بماضي. السؤال 39 ابير اند عمر ار ذا سيم هايت، عمير وعمر نفس الطول نفس الارتفاع. زي ار سبيس اتش اذر، هم زي بعض في الطول، في صيغه التساوي بستخدم از صفه از، فلا هنا الاجابه لتر اي از صفه از، از طول از في نفس الطول. السؤال 40 شي سبيس تو ذا سيم هير دريسرز فور ييرز، فور ييرز بفور ات شات داون، لعديد من السنين فيها كده استمراريه
تمام، يبقى كده هستخدم الاستمرارية ماضي تام مستمر، يبقى had been going الإجابة لتربيه. شكرا والسلام عليكم.